عايز اقول لك ان موقع ترانسفير ماركتنج في تقييمه للدوري المصري اللي بكره هيبدا، الدوري وصلت قيمته التسويقيه ل 3 مليار جنيه. طيب مبلغ طبعا رهيب جدا. في دوري واحد من دوريات افريقيا هو اقوى دوري، هو يعني هو الاغلى كمان الاغلى. طيب انت تذكر واحنا في اليابان الشركات الراعيه، مبروك السنه الجايه في عوده لليابان ان شاء الله. ما كل مره يا رب نرجع اليابان تاني ان شاء الله، لينا جمهور كبير هناك. لكن بس المره دي هاخدك، انت قلت سابني ومش ربنا يدينا العمر. ان شاء الله. ال 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 واحنا في اليابان وهنلعب على المركز الثالث والرابع، وطلعوا لنا في الاتحاد الدولي واحنا قاعدين السفير كابتن الخطيب كابتن طارق سليم رحمه الله عليه وانا، وابلغونا ان ابو تريكه هو افضل لاعب، لا افضل ثاني يعني هياخد احد جوائز الافضل، كان الاحسن لاعب والهداف ممكن. ممكن كان. فطبعا فرحنا جدا، وبعدين رحنا كسبانين الماتش فعززت الاختيار من وجهه نظرنا. بالزبط. ونزلنا بقى عشان نشوف هذا الامر نفقت. ففوجئنا بعد برشلونه ما خسر النهائي امام انترناسيونال بالتغيير، ديكو افضل لاعب، وادوا جايزه اظن خاصه لرونالدينو الذي لعب أسوأ مباراه له في حياته، وكان سبب خساره برشلونه. لما سئلنا قالوا الشركه الراعيه. دائما فرعايه الكوره معناها ان الحسابات على مستوى انك توجه لقب للاعب بيعمل خساير، ما بالك بقى لما توجهه لدوله، اذا توجهه لنادي، توجهه يعني، فليس تشتري بيه حكم ويقول لك الحكام بشر، ده هم عشان بشر لازم يتحاسبوا. صحيح. ما تحطش بشر في مستوى انه ما يتحاسبش، لان هو ده بدايه الفساد. طيب. يعني انك انت مساله انك تراقب انفاق الاموال في كره القدم وفي الرياضه بشكل عام، انت بتقول كره القدم السله في امريكا، لا ده عدت كره القدم بمراحل. كره القدم الامريكيه في حاجات في العالم، وعشان كده الاهتمام بمكافحه المنشطات لان ده جزء من فساد الرياضه. صحيح.